بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: أن رأسه كأنه أصلة، والأصلة نوع من الحياة، عظيم الرأس قصير الجسم. وقال صلى الله عليه وسلم: الدجال شاب أحمر قصير جعد الرأس. وأفحج، أي بعيد ما بين الساقين أو الفخذين، كما هو الحال بالنسبة لرجلي الضفدع، وهو أمر يظهر بوضوح عند استخدامه للدرج أو السلالم. والدجال عريض النحر، أي رقبته عريضة، وهذا يتناسب مع ضخامة رأسه وجسمه بشكل عام. وطبعا من يروجون بأن مانسون هو الدجال نسوا أمر ضخامة رقبته أو تناسوه، فلا فرق لأن النتيجة واحدة. على أنقاب المدينة، أي مداخلها، ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويخرج إليه يومئذ رجل وهو خير الناس، أو من خيار الناس، فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي أمر هذا الرجل المؤمن تذهب بعض الآراء، والتي أميل لها بأنه هو سيدنا الخضر عليه السلام، العبد الصالح في سورة الكهف. قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وهو قال لك مطلق الرحمة تأتي بس على يد جبريل وعلى يد الرسل وعلى يد مش عارف إيه، إنما دي الرحمة من عنده هو، يعني مباشرة، زي ما يقولوا عندنا إيه، دايرة يعني على طول منه لله مباشرة. ولذلك هيقول له: انت لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ مش عندك انت الكلام، انا من كيس وانت من كيس، في كيس تاني، كيس الرسل وكيس الولاية، دي موضوع تاني، لكن ما بيتعرضوش. لو ان موسى علم العلة في خرق السفينة لبادر هو الى خرقها. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خطب الناس فقال: يجيء الدجال فيصعد أحدا، فيطلع فينظر إلى المدينة، فيقول لأصحابه: ألا ترون إلى هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. هذا والحديث يشير بأن تلك اللحظة ستكون نهاية وجود المنافقين في المدينة، فليس لهم علاقة إلا بالدجال، يخرجون من مكة والمدينة يروحون يتبعون الدجال، لأنهم كانوا من أشياعه وكانوا من المفكرين تبعه، واللي كانوا متأثرين بمدرسته والمتأثرين بدعايته وسعايته. وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل، إلا 4 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الطور، والمسجد الأقصى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول: لا يدخل 4 مساجد. نعم. مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور. دخول الدجال هيتم بصورتين: صورة حقيقية إن هو بجسمه يتم،
وعليها تظهر الآيات بتاعت الخراب وبتاعت العمار وهي بالعكس، وصورة أيضا بالتلفزيون لأنها سيدخل كل بيت. لقد اقتربنا كثيرا من نهاية هذه السلسلة المتواضعة، والقادم من هذه السلسلة ليس بكثير، فقد يكون على الأكثر 3 حلقات، لنبدأ بعدها في سلسلة جديدة خاصة بعلامات الإمام المهدي عليه السلام. جربوا مرة واحدة، اقرأوا الدين وطبقوه على الواقع. هل تجدوا في غير الدين كلام عن الهرج، كلام عن المرج، كلام عن الفتن؟ من سيتكلم عن الفتن لو لم يتكلم عنها رسول الله؟